نمضي إلى صحيفة السودان ومنها نقرأ وزير المالية زيادة متوسط الأجور بنسبة 100% في موازنة العام 2020. قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن موازنة العام 2020 ستكون فيها إنجازات كبيرة جدا، منها ترتيب وتقويم الوظائف. وأكد البدوي في تصريح لباج نيوز استدامة دعم المواطن بصورة مباشرة عن طريق تحويل نقدي، وذلك في مرحلة متأخرة من العام المقبل، بحيث يتم توفير كل المستلزمات المؤسسية لذلك وإحداث زيادات كبيرة ومعتبرة في الأجور والمرتبات تصل إلى 100% في المتوسط. وأضاف: بدأنا العمل في عدة محاور لمعالجة تركة النظام السابق المثقلة والتواصل مع مجتمع التنمية الدولي ومعالجة العقوبات المتنوعة المرتبطة بإدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشار إلى محاولة معالجة الآثار السالبة لكلفة المعيشة ومكافحة التضخم واستقرار أسعار الصرف. مع سؤال عن أهمية زيادة الأجور وقراءتك الشخصية لها، هل يمكن أن تتحمل موازنة العام 2020 هذه الزيادات؟ نعم بصراحة، يعني خليني أخش على الموضوع ده بطرفة. أنا أفتكر طيب. الطرفة معبرة جدا. يعني قيل إنه واحد من الصحفيين يعني في ظروف تشابه تماما الطبق تماما مع الأحوال الاقتصادية الآن وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم وهكذا، أن يجري استطلاعا في الشارع يعني. فنزل إلى الشارع وكان أول من التقى به أحد المواطنين، فسأله عن اسمه وعمله، واتضح أنه يعني عامل، يعني رجل يشغل وظيفة عمالية في قطاع حكومي. فسأله يعني عن الأحوال، وأبدأ الرجل يعني تذمرا وسخطا واضحا عن المعاناة التي يقابلها هكذا. فسأله الصحفي عن مرتبه كم يبلغ، قال 500 جنيه. قال له: أنت تسكن في بيت ملك ولا إيجار؟ قال له: بيت إيجار في أطراف المدينة. كم يبلغ تكلفة الإيجار الشهري؟ الرجل قال له 500. الله، مرتبك 500 وساكن في بيت تدفع إيجار 500. طيب خلينا التعليم وخلينا الصحة وخلينا المواصلات وخلينا العلاج، بتأكل شنو؟ ما ال 500 بتدفعها له. قال له: بأكل سيد البيت، بمعنى أنه يذوق من دفع الإيجار. من دفع الإيجار. حقيقة الأوضاع سيئة جدا والأوضاع صعبة جدا، خاصة على ذوي الدخل المحدود من الموظفين والعاملين في الدولة. مرتبات هزيلة جدا في ظل يعني تصاعد كبير في أسعار السلع وتضخم وهكذا. المسألة يعني معادلة تحقيق توازن بين الدخل والمنصرف عند العاملين والموظفين في الدولة مسألة صعبة جدا. يعني هل بإمكان هذه الفرضية أن تتنزل إلى أرض الواقع، أن يتم زيادة نسبة الأجور بنسبة 100%؟ نعم، هو صحيح، هو أكد هذا أكثر من مرة، يعني أكثر من مرة، ويبدو أنه قد يعني وضع ترتيباته بالكامل لإنفاذ هذه الزيادة فعليا وعمليا، يعني يبدو ذلك، وإلا لما تكررت وتوالت تصريحاته حول أن الموازنة الجديدة ستشهد المواطن هذه الآن. أستاذ المكاشفي يسأل مواطن بسيط: ما هو السند لهذه الخطوة؟ هل مؤتمر أصدقاء السودان الذي سيعقد في 11 ديسمبر، هل هنالك قروض يمكن أن تأتي؟ هل دول الخليج يمكن أن تتكرم علينا؟ هل هنالك أموال مخفية حتى اللحظة لم نعلم كم تبلغ؟ نريد تطمينات. نعم صحيح، هو الحقيقة يعني لم يدخل في تفصيلات هذه، ولم يذكر يعني من أين له بالموارد التي يعني يستطيع بها أن يغطي الزيادة المرتقبة في المرتبات. لكن نفترض بالضرورة أنه ما لم يعني تكون هنالك ضمانات ويعني وحصل على موارد حقيقية لإنفاذ هذه الزيادة التي ظل يعلنها بالتكرار، أعتقد أنه يعني سيغامر مغامرة كبيرة جدا وسيضع نفسه في محك كبير جدا. لكن لماذا لا يريد أن يعلن ذلك؟ أنا لا أدري، ولكن واحد من الحلول الداخلية أعتقد أن موضوع توسعة المظلة الضريبية يمكن أن يرفد خزانة وزارة المالية بعوائد يمكن أن تسهم في تطبيق هذه الزيادة. أما فيما عدا ذلك أنا لا أدري من أين لوزير المالية بالموارد التي
تغطي له هذه الزيادات التي ظل يؤكد عليها باستمرار. طيب ما هي التوقعات الخاصة لأستاذ المكاشفي لمؤتمر سيعقد بعد أيام في العاصمة الخرطوم، سيتحلق أصدقاء السودان حوله في مزعى لإخراجه من هذه الوهدة؟ ما هي التوقعات الشخصية أو القبلية لهذا المؤتمر؟ والله نتمنى أن يعني يخلص هذا المؤتمر إلى يعني إقرار مساعدات حقيقية وفورية للسودان، لكن أنا أعتقد أنه من قبل عند زيارة الرئيس الوزراء حمدوك إلى فرنسا كان الرئيس الفرنسي قد أعلن تبنيه عن مؤتمر شبيه بهذا، لكن ربط هذا بموضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي يشكل عائقا كبيرا جدا لكل الدول يعني التي تخشى العقوبات الأمريكية في حال تجاوزت هذا القرار. فيعني أعتقد إنه ربما تكون هنالك مساعدات بمقادير نسبية يعني وليست بالحجم المطلوب، لأنه واضح جدا أن تأثيرات القرار الأمريكي واضحة جدا على كل الدول التي المانحة التي يمكن أن يعني تقدم بدعومات أو بمنح ذات قيمة للسودان.